مساء الخير، عرفت بنفسي انا محمد دردير مدير مركز الفروسيه في شرم الشيخ. وهنا المكان ده احنا بنقيم شغال معانا من ابتدى المكان هنا حضرتك من 2000، وابتدينا من سنه 2000 واحنا بنستقبل بطولات الفروسيه باستمرار، ودي مش اول مره، دي البطوله حوالي 12 اللي احنا نستقبلها هنا على ملاعب بتاعتنا هنا في شرم. حك الملاعب مجهزه على اعلى مستوى، نمره واحد. نمره اتنين عندنا برضو البوكس اللي هي بتقيم فيها الخيول مجهزه برضو على اعلى مستوى. عندنا حضرتك 118 بوكس، بحيث ان الانديه كلها تيجي، تبقى نقدر نستضيف الانديه اللي بتيجي من القاهره كلها او من اسكندريه او المدن الاخرى المنصوره. الرياضه انتشرت جدا، ففي في كل حته دلوقتي، في بنشوير، في المنصوره، في اسكندريه، في معظم انحاء جمهوريه مصر العربيه. انا شايف الختام بقى النهارده انه يعني من سن 6 سنوات، تكلمنا عن الختام بقى. طبعا هي رياضه الفروسيه حضرتك من الرياضات اللي هي اي حد يقدر يشارك فيها، ولد صغير عنده 6 سنين، طبعا دايما بنبتدي من 6 سنين الرياضه، ما نبتديش قبل من كده. انما طبعا لو هو كواليفايد ويقدر يشارك في البطوله بيشارك، مفيش مشكله خالص. لو حصانه كويس هادي مفيش مشكله يشارك برضه، لو الولد قلبه جامد هيقدر يشارك، مفيش مشكله خالص. كله بيشارك، عشان كده بقول لحضرتك رياضه الفروسيه من الرياضات الجميله اللي الولد يقدر يشارك مع ابوه في نفس الوقت. والنهارده الختام بقى، يعني كم مشارك في الختام النهارده؟ احنا عندنا البطوله ديت حضرتك، دي بطوله من بطولات الاتحاد الفروسيه. البطوله حضرتك العاشره بالنسبه للصغيرين، فيها 80 فارس. البطوله اللي فاتت، الاسبوع اللي فات ده، كان الارتفاعات الاخرى العاليه الاعلى من كده، كان فيها حوالي 108 فارس.